على ايه الشيت باي لول. هنتكلم على ثلاث حاجات دلوقتي، ايه انواع الشيت باي لول، السيستمز المختلفه اللي انا هشتغل عليها، وهشوف ايه الديفورمد شيب او الشكل اللي هيحصل للشيت باي لول بعد ما احملها بالاحمال اللي بناء عليه هعرف اصممها ازاي. تمام. طيب ايه انواع الشيت باي لول انا ممكن اقابلها؟ ممكن اقابل كانتليفر شيت باي لول. طبيعي جدا انا عندي سند انا بحفر بالشكل ده، فانا هحط الشيت باي لول بتاعتي بالشكل ده، فالسيستم بتاعها لو حبيت اعمل لها ستاتيكال سيستم الاقيها كانتليفر فري على طول. تمام. طيب مشكله الكانتليفر فري ده ايه؟ ان انا عندي مومنت عالي بيحصل عند السبورت، تمام، وعندي ديفورميشن عالي بيحصل عند الفري اند، صح كده؟ تمام. طيب المومنت او الديفورميشن العالي ده بيعتمد على ايه في الاساس؟ بيعتمد طبعا على القطاع وعلى كل حاجه، بس العنصر الاساسي اللي بيغير معايا هو الارتفاع ده، او اللي هو ايه اللي هنسميه الاسبان بتاع الكنتليفر. تمام. فالاسبان بتاع الكنتليفر ده كل ما يزيد كل ما هيحصل ايه؟ كل ما هيزود المومنت وكل ما هيزود الديفورميشن اللي عندي. فانا محتاج لما المومنت بتاعي يزيد عن رقم معين فهحتاج قطع كبير، خلاص، فهحتاج اعمل سبورت زياده يقلب لي المومنت ده، يغير شكل السيستم وبرضه ايه يقلل لي الديفورميشن اللي موجود. فانا عايز اعمل سبورت، هعمل السبورت فين؟ لو نفس السيستم ده اروح اعمل سبورت كده، تمام، وساعتها ممكن دي تبقى هنجد مش فيكسد، ممكن تبقى فيكسد زي ما هنتكلم المره الجايه. تمام. بس المهم ان انا السيستم عندي هيبقى بالشكل ده. طب المومنت هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عندي مومنت هنا وبعدين يبتدي يقلب وينزل كده، ولو كان فيكسد هنجد هيبقى بالشكل ده. كده. تمام. يبقى انا عملت ايه؟ قللت قيمه المومنت، بدل ما هو كان مومنت كبير هنا سحبته وقسمته على جزئين، تمام، او قسمته على الثلاث قيم دول، خلاص، بسبب ايه؟ بسبب السبورت الزياده اللي انا حطيته. طب انا هحقق السبورت ازاي ده بقى في الواقع؟ انا عندي منشا كانتليفر عايز اعمل له سبورت زياده، فانا عندي حلين. الحل الاولاني اللي هو الانكورد شيت باي لول، خلاص، هبتدي احط انكور، برضو هنتكلم عنه بالتفصيل المره الجايه، يعمل لي او يحقق لي الهنجد سبورت اللي انا عملته ده. تمام. او هعمل بريزد اكسكافيشن، هعمل السبورت بالعكس ناحيه جوه الحفر. طب امتى هختار ده وامتى هختار ده؟ تعالى نرسمهم ونشوف. لو انا عندي المنشا اللي جنبي اللي انا عايز اسنده كده، وادي الشيت باي لول اللي انا حطيتها، تمام، عايز اعمل انكر، فانا هحط الانكر هنا مثلا على دبس، اكبر حاجه ممكن تحطها على دبس سالب 2، تمام، فانا هحط الانكر بالشكل ده. طب فرضا الاساسات بتاعت الجار بتاعي كانت هنا كده، خلاص، يبقى انا ما عنديش رفاهيه ان انا احط الانكر بالشكل ده، ساعتها هلجأ للبريزد اكسكافيشن. ايه البريزد اكسكافيشن ده؟ ان انا بعتمد ان الجنبين يسندوا بعض، يبقى ده سبورت لده وده سبورت لده، خلاص. يبقى انا هحط عنصر هيشيل ايه بقى في الحاله دي؟ كومبريشن، وبسميه استرات. عنصر يبقى مربوط في جنبين الحفر المتقابلين، خلاص، بحيث ان الجنب ده عايز ينهار كده فهيضغط عليه، الجنب التاني عايز ينهار كده فيضغط عليه، فالاتنين يشيلوا بعض، خلاص. يبقى انا برضو حققت ايه؟ الهنجد سبورت اللي موجود ده. طب ايه الليمتس بتاعتي ان انا استخدم استراتات؟ دلوقتي ده عنصر ستيل شايل كومبريشن، طب الكومبريشن في الستيل بيحصل له ايه؟ بيحصل له باكلنج. الباكلنج ده بيعتمد على ايه في الاساس؟ بيعتمد على الفري لينس بتاعي اللي هو الانسبورتد لينس، خلاص. فانا عندي كله انسبورتد، مش هحط بلاطه خرسانه ولا هحط اعمل اي حاجه، خلاص. فانا كل ما العرض ده يزيد كل ما يبقى عندي القطاع ده معرض للباكلنج اعلى، فانا هتبقى محتاج قطاع اكبر، خلاص. يبقى انا ايه ممكن ما اعرفش استخدم استراتات، خلاص. يبقى انا لو عندي جار اساساته على مستوى واطي مش هعرف اعمل انكر، فانا هعمل استراتات. طب لو عندي جار على مستوى واطي وعندي وهستخدم استراتات بس عرض الحفر كبير، هعمل ايه؟ تعال نبص كده على بلان مثلا كده، العرض ده ممكن اعمل فيه استراتات بالشكل ده عادي جدا، والمسافات دي بتبقى سبيسنج. المشكلة عندي هتبقى ايه؟ في الاتجاه التاني. هل ينفع اعمل استرات بالطول ده كله؟ ما يفضلش. فانا هعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز حد يسندني، صح؟ عايز ضلع يسند ضلع، ما انا مش لازم اسنده مع الضلع المقابل بتاعه. ممكن اعمله كده. خلاص؟ يبقى انا حققت الهنجد سبورت ده ولا لا؟ حققته، وفي نفس الوقت حققت ده من ناحيتين. تمام؟ ونفس الكلام الناحية التانية. يبقى انا برضه عملت سبيسنج هنا. وايه؟ هيبقى بنفس المنظر في الاتجاه التاني. خلاص. يبقى انا بقى ابتدي اعمل تباديل وتوافيق كده ما بين السيستم بتاع الانكورد شيت باي لول او السيستم بتاع البريزد اكسكافيشن.
خلاص انت هتدرس ايه الترم ده؟ هتدرس الكنتليفر هنتكلم عنه المره دي، والانكور ده هنتكلم عنه المره الجايه. بريزد اكسكيفيشن صعب جدا انها تتحل مانيوال، تمام؟ لان انت لو بصيت مثلا على سيستم بريزد اكسكيفيشن في الاليفيشن بتاعي هيبقى عامل كده 1 2 3 مثلا، خلاص. يبقى انت السيستم او الستاتيكال سيستم بتاعك عامل ازاي؟ كده هنج هنج هنج. هتعرف تحل؟ مش هتعرف، تمام. الانكور ميزته ايه؟ ميزته ان انا ممكن استخدم انكور واحد مثلا بالشكل ده، فالسيستم بتاعي يبقى فيكسد هنجد، ممكن اقدر احله، خلاص. طب لو اضطريت استخدم 2 انكور هيبقى كده مش هعرف احله. هو الكود ادانا طريقه حل، بس احنا ايه اللي هندرسه هنا؟ الكنتليفر والوان لاير انكور شيت باي لول، يعني مستخدم انكور واحد. بعد كده بتبتدي تروح تحل على برامج، خلاص. طيب احنا كده اتكلمنا على انواع الشيت باي لول. طب هو ايه الشيت باي لول ده اصلا؟ يعني هو عباره عن ايه؟ عباره عن قطاع ستيل. بدل ما انا بعمل الخوازيق الاستراوس اللي هي مثلا اقل قطر ليها مثلا 30 40 سنتي، فانا هاكل 30 او 40 سنتي من الابعاد بتاعه المبنى بتاعي، وبعد كده هعمل جنبها ريتينينج وول في حدود 30 سنتي، يبقى انا خدت كام؟ 30 زائد 40، اما خدت 70 سنتي من المبنى بتاعي. ممكن ما يبقاش عندك الرفاهيه دي، يعني انت لو عندك البلان بالشكل ده كده هتروح حاطط خوازيق استراوس 40 وبعدين وراها ريتينينج وول 30، يبقى انت كلت 70، 70 من هنا و70 من هنا، يبقى متر ونص تاكله من العرض بتاعك، خلاص. فانت ممكن ما يبقاش عندك الابعاد الكافيه ان هي تسمح لك تاكل منها الرقم ده، خلاص. فساعتها ان انا ايه؟ انا هشيل ال 40 سم دول واستخدم بدلهم قطاع ستيل يسند ويقوم بنفس المهمه اللي هو الشيت باي لول، تمام. القطاعات المشهوره اللي انا بستخدمها في الشيت باي لول كسند جانب حفر هم قطعين، يا اما زد سيكشن يا اما سي سيكشن. الزد سيكشن بيبقى شكله عامل كده، ده قطاع، والسي سيكشن بيبقى شكله عامل كده. طب انا عايز اعمل بيهم حيطه، القطاع ده بيبقى اخره هلب كده او خطاف، تمام، واخوه جنبيه بنفس الهلب هيروح جاي كده، تمام. ده الزد يبقى كده، تمام. والناحيه الثانيه نفس الكلام، خلاص كده. ونفس الكونسبت في السي سيكشن برضو، في خطاف كده وخطاف كده، السي دي والشهل تحت، فانا هجيب اللي وعديها والشهل فوق، وهكذا طول ما انت مستمر، خلاص. يبقى انا عندي زد سيكشن او سي سيكشن، ده بستخدمه ايه؟ كسند جانب حفر لنظام الشيت باي لول. طيب تعالى نتكلم على الكانتليفر. يبقى انا كده بتكلم على الكانتليفر شيت باي لول. الكانتليفر شيت باي لول لو انا استخدمتها بالشكل ده هتتحرك ازاي؟ يبقى انا عندي دلوقتي ده الجراوند ليفل وده الاكسكيفيشن ليفل، خلاص. هتتحرك ازاي؟ انا عندي الحفر ده عايز يقع بالشكل ده، فالكانتليفر شيت باي لول هتبتدي تتحرك كده، خلاص. حصل لها دوران، دوران حوالين نقطة معينة في المكان ده كده، تمام. طيب تعالى كده نشوف الايرث بريشر اللي اتولد في المنطقة دي، الحيطة حصل لها ايه؟ الحيطة اتزقت، يبقى انت عندك هنا مين؟ اكتف. طب هنا عندك باسيف. ليه باسيف؟ لان الحيطه هي اللي زقت السويل. الناحيه الثانيه عندك في الجزء ده باسيف، لان الحيطه زقت السويل، وهنا يعتبر ان السويل زقت الحيطه، فيبقى انت عندك هنا اكتف، خلاص كده. طب لو انا محتاج بقى اصمم الشيت باي لول دي، انا عندي مجهولين. المجهول الاولاني البنتريشن ديبس، ده بسميه بنتريشن ديبس، وده بسميه الاكسكيفيشن ديبس. تعالى نكتبهم. يبقى عندي هنا اكسكيفيشن ديبس او اكسكيفيشن هايت، وده البنتريشن ديبس. على عكس الريتيننج وول اللي انت كنت بتصممها قبل كده، كان الكود مديلك ابعاد مبدئيه، فانت كنت بتقول ايه؟ عندي عمق حفر مثلا 5، هاخد نسبه من عمق الحفر ده تحت السويل، ونسبه في عرض القاعده، ونسبه في عرض الاستم، وهكذا، تمام. هنا لا، انت عندك مجهول القطاع ومجهول البنتريشن ديبس، عايز تخترق السويل قد ايه، تمام كده. فانا عايز اصمم، عشان اعمل تصميم
عايز اجيب كل المجاهيل دي، عايز اجيب القطاع وعايز اجيب البنتريشن ديبس. طيب الكود جه سهلها لك، قال لك ايه؟ مش انت عارف ان هنا في بيحصل دوران صح كده؟ يعني هنا في معادله انت عارفها، سمشن المومنت حوالين النقطه دي بيساوي زيرو. خلاص كده اقطع الحته دي وحل المساله. تمام، يبقى انا هاجي اقطع هنا، لقيت ان انا على يميني اكتف وعلى شمالي باسيف التقليدي اللي انا بعرفه. خلاص، وعارف معلومه هنا ان سمشن المومنت عند النقطه دي بيساوي زيرو. طب الحته بقى اللي انا قطعتها دي هقدرها ازاي؟ هسمي الدبس كله دي داش، وهسمي الحته الصغيره اللي انا هشتغل عليها دي. تمام، انت هتستنتج من الحل بتاعك ايه؟ دي عايز تجيب منه دي داش، يبقى الدي داش هتساوي من 1 و2 ل1 و4 الدي الصغيره اللي انت جبتها. خلاص كده، يبقى الكود ايه؟ قال لك خلاص يا عم انت تعرف تحل الحته دي لوحدها، حلها بدل ما تدخل نفسك في ايه؟ الناحيه دي باسيف والناحيه دي اكتف وتحسب الايرث بريجر في الناحيتين. لا، حل الاكتف والباسيف زي ما انت متعود، وهنزود الدبس اللي انت هتطلعه شويه وخلاص. خلاص كده، ده بالنسبه لايه؟ للكانتليفر شيت باي لول. طب انا عايز اعرف ايه خطوات التصميم اللي انا عايز امشي عليها. تعالى كده نفتكر مع بعض ايه خطوات التصميم في اي منشا ايا كان نوعه ايه. اول حاجه عايز اعمل ايه؟ ابعاد مبدئيه. ممكن الخطوه دي تكون موجوده وممكن ما تكونش موجوده. تمام، تاني خطوه احسب اللودز اللي موجوده عندك. تمام كده، تالت خطوه عايز تحسب الستيلينج اكشن اللي احنا بنسميها هنا مودز اوف فيلير، لان مش كل منشات الفاونديشن بتنهار بستيلينج اكشن، ممكن تنهار بحاجه تانيه زي مثلا ريتينينج جول، في اوفر تيرنينج، في سلايدنج، في بيرنج كاباسيتي. فانا لازم احسب كل الحاجات دي اللي انا بسميها مودز اوف فيلير. طب بعدين اعمل ديزاين بقى اللي هو هتجيب اي مجهول. طب اي مجهول ده هجيبه ازاي؟ علشان يتحمل او عشان يقاوم كل المودز اوف فيلير اللي موجود. تمام، يبقى تو ريزيست تمام كده. طيب بعد كده لو انت عندك ديتيلنج هتبتدي تعمل الديتيلنج. يبقى دي خطوات تصميم اي منشأ. طب تعالى نطبقها على الشيت باي لول. انا عندي ابعاد مبدئيه؟ لا، خلاص يبقى الخطوه دي ايه؟ كنسلناها. يعني الابعاد المبدئيه دي ببقى محتاجها في بعض المنشآت عشان تساعدني في الاحمال. يعني مثلا انا مصمم كاميرا، فانا محتاج الابعاد المبدئيه بتاعتها عشان اعمل ايه؟ عشان اجيب الاون لود بتاعها صح كده، واجمعه على التشريخ بتاع الباطه اللي جاي عليها. يبقى انا كده جبت اللودز. خلاص، في بعض الحالات انا مش محتاج الابعاد المبدئيه دي عشان احسب لودز، فانا هنا مش محتاجها، فمش هعمل ابعاد مبدئيه. تمام، في الريتيننج جول مثلا احتاجنا ابعاد مبدئيه. ليه؟ لان انت كان في اوزان الريتيننج جول بتدخل معاك في المقاومه. خلاص، هو الابعاد عشان تجيب دراع العزم والكلام ده، انما هنا انا مش محتاج حاجه، فانا اخش على خطوه اللودز على طول. ايه اللودز اللي موجوده؟ الايرث بريجر اللي جاي من السويل صح كده. يبقى انا عندي اللودز هنا اللاترال ايرث بريجر. يبقى دي اول خطوه، تعالى نكتبها. اول خطوه درو اللاترال ايرث بريجر دايجرام صح كده، اللي منه هتبتدي تشوف بقى القوه وتركز القوه وتجيب عزوم، وزي ما احنا هنشوف دلوقتي. طيب بعد كده ايه المودز اوف فيلير بتاع الشيت باي لول؟ هتنهار ايه؟ هتنهار مومنت صح؟ انا عندي عزم هيبقى في مكان ما في المنطقه دي كده، فانا عايز اجيب العزم ده صح؟ يبقى انا هجيب الماكسيمم مومنت. طب هجيب الماكسيمم مومنت ازاي؟ عند الزيرو شير. يبقى انا تاني خطوه لازم احسب ديترماين اللوكيشن اوف زيرو شير. عندي مجموعه قوه من الاتجاهين، هبتدي افرض مكان للزيرو شير واحدده. خلاص كده. طيب تالت خطوه اجيب بقى الماكسيمم مومنت عند مكان الزيرو شير. عند الزيرو شير. طيب بعد كده انت بتعرف بقى تصمم ستيل صح؟ هات لي قطاع يستحمل الماكسيمم مومنت ده. اي اس دي مثلا، هتجيب القطاع ازاي؟ انت بتعرف القطاع عن طريق الزد او عن طريق الانرشيا صح؟ انا اللي بس الانرشيا محتاجه ابعاد لسه صح؟ فانا هجيب ايه الزد؟ هتجيب الزد ازاي؟
هي زد بتساوي ايه؟ المومنت على الاستريس، صح كده؟ يبقى انا عندي الام ماكسيمم على الاستريس مين؟ الالاوبل، اللي انا شغال اي اس دي. يبقى انا كده عرفت من هنا ان الام ماكسيمم او اللودز اللي انا حاسبها هتتحسب كايه؟ كوركينج لودز، لان انا اي اس دي بشتغل وركينج والاوبل، صح كده؟ يبقى ده الام ماكسيمم على الالاوبل ستريس. طب الالاوبل ستريس في الاي اس دي بيساوي كام؟ لو اي فيلد مثلا 2.4 0.58، صح كده؟ في الاف فيلد، صح؟ يبقى انا عندي كده الالاوبل ستريس 0.58 في الاف فيلد، اللي هي هتبقى تقريبا ثابته 1.4 طن على السنتيمتر سكوير، دي المقابله للاف فيلد اللي هي 2.4، صح؟ لو حسبتها هتلاقيها 1.39، تمام؟ يبقى ده الالاوبل ستريس بتاعي. طب المومنت الماكسيموم انا هحسبه بوحدات ايه؟ غالبا هحسبه بالطن والمتر. يبقى انا اخلي بالي من هنا ان المومنت اللي انا جايبه هيكون بوحدة ايه؟ طن في المتر، وانا هقسمه على مين؟ على 1.4 طن على السنتي، وانا عايز احوله فوق الاول لايه؟ طن في سنتي، هعمل ايه؟ هضرب في 100، يبقى ام ماكسيمم هتضربه في 100 عشان يبقى طن سنتي على المتر الطولي، لان انت هتاخد شريحة عرضها 1 متر. خلاص كده؟ يبقى دي خطوات التصميم اللي احنا نمشي عليها في اي كانتليفر شيت باي الولها قبلها، تمام؟ تعالى كده نشوف ايه؟ نراجع مع بعض اللاترال ايرث بريشر دايجرام بيترسم ازاي. طيب قبل ما نكمل احنا نسينا حاجه مهمه، ايه الحاجه المهمه؟ انا قلت لك عشان اعمل ديزاين عايز اجيب القطاع، عايز اجيب البنتريشن ديبس، صح؟ طيب انا عشان اجيب البنتريشن ديبس عايز اعمل ايه؟ عايز اشوف معادله اكون انا عارفها بتساوي حاجه معينه عشان يجيب المجهول اللي موجود معايا، صح؟ طب ايه المجهول الموجود معايا؟ اللي هو الدي، وانا عارف معادله اللي هي مين؟ سمشن المومنت عند نهايه الحيطه التخيليه اللي انا عملتها. تعالى نرسمها تاني. يعني انا قلت ايه؟ ان الحيطه المفروض منتهيه هنا، انا هتخيل ان هي واقفه هنا، تمام؟ وادي الاكسكفيشن ليفل وادي الجراوند ليفل، خلاص؟ فهنسمي النقطه دي مثلا ايه؟ وانا عارف ومتاكد ان المومنت عند نقطه ايه ده بيساوي صفر، ومنه انا عارف مومنت او عارف معادله وعندي مجهول، فانا هحسب المجهول ده. فانا خلينا مثلا في المعادله رقم 3، ومن سمشن المومنت عند ال A بيساوي 0 هنجيب ال D، تمام كده؟ يبقى دي ايه؟ خطوات الديزاين. تعال نشوف اول خطوه اللي هي اللاترال ايرث بريشر دايجرام سريعا بقى كده، لان احنا كلنا عارفين الموضوع ده. تعال نرسم كده طبقه رمل واحده من الاول للاخر ونشوف الايرث بريشر اللي هيجي عليها. وفي هنا كيو اكتف، وهنا في كيو بس، وفي كل حاجه. هتعمل ايه عشان تحسب الاكتف ايرث بريشر؟ هتقول ان عندي كيو، يبقى انا عندي مستطيل اسمه اي واحد، الاي واحد دي بتساوي كيو في الكي اكتف، صح؟ وبعد كده عندي مثلث بتاع السويل اسمه اي اتنين بيساوي جاما في الاتش في الكي اكتف. بس الاتش بتاعتي دي بقى مين؟ خلي بالك من الحته دي، انا عندي الاتش مقسومه لجزئين، اتش اكسكافيشن والبنتريشن ديبس، تمام؟ يبقى انا عندي المعادله دي بقت شكلها كده، جاما في الاتش زائد الدي في الكي اكتف. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللاترال ايرث بريشر اللي انا هحسبه هيكون في مجهول الدي، تمام؟ طيب الناحيه الثانيه عشان احسب الباسيف، هتلاقي برضو مستطيل بتاع الكيو اللي هو كيو باسيف في الكي باسيف، هنسميها مثلا اي 3، ومثلث بتاع السويل اللي هو اي 4 جاما في الدي في الكي باسيف، صح كده؟ طيب طبعا بقى لو ظهر طبقتين هبتدي اقول ان الطبقه اللي فوقيه هي تعتبر سيريت شارج لود على الطبقه اللي تحتيه واحسبها. تعال نشوف كده نعملها ازاي، تمام؟ يبقى انا عندي هنا ده كيو اكتف وده كيو باسيف، ارسم كده. عندي هنا مستطيل بتاع الكيو كيو في الكي اكتف، عندي هنا مثلث بتاع السويل جاما واحد في الاتش اتش بس في الكي اكتف، صح؟ لان انا اعتبرت هنا ان السويل مقسومه عند الاكسكيفيشن ليفل بالظبط، تمام؟ طيب تحتيه عندي مستطيل كيو في الكي اكتف زائد مستطيل اسمه جاما واحد في اتش في الكي اكتف واحد، تمام؟ وبعد كده مثلث السويل اللي تحت اللي هو جاما اتنين في الدي في الكي اكتف اتنين، والناحيه الثانيه الباسيف هو هو، خلاص كده؟ طيب لو ظهر كلي، طبعا انت عارف ان الكلي فيها مستطيل السي، وزي ما احنا عارفين الحالات اللي احنا اتفقنا عليها المره او السنه اللي فاتت، خلاص؟ طيب لو ظهر ميه هعمل ايه؟
هبتدي اقول ان اللي فوق المايه بتحسب بالجاما بلك، واللي تحت المايه بتحسب بالجاما سبمرجد، وهضيف مثلث المايه من اول منسوب المايه لحد الاخر. ماليش دعوه بالطبقات، المايه مثلثها ما بيتقسمش، تمام؟ ولو قسمته هتضطر ان انت تقسمه بالشكل ده. عايز تبدا منسوب مثلا، يعني مثلا لو انت هتعمل مثلث المايه لحد هنا بس عشان تجيب بقى ضغط المايه على الطبقه اللي تحت، هتلاقي ان عندك جاما ووتر في اتش كمستطيل، وبعد كده مثلث جاما ووتر في الدي. طب ليه اعمل كده؟ ما انا اجيبه من الاول لاخر وخلاص. ماشي، يبقى ده كده ايه بالنسبه لمنسوب المايه. طيب في حاله بقى مشهوره جدا، ودي اللي انت هتتعامل معاها كتير، ان هي الحاله اللي قدامنا دي لما تكون مقسومه لجزئين، جزء رمل وتحتيه جزء كلي، خلاص كده، والحد الفاصل ما بين الطبقتين هو هو الاكسكيفيشن ليفل. تمام، تعال نشوف كده هنتعامل معاها ازاي. يبقى انا عندي هنا ده رمل، وعندي هنا ده كلي، طبعا ده كلي. تمام، طيب تعالى كده نرسم الايرث بريجر ونشوف هنختصره ازاي. عندي هنا مستطيل بتاع الكيو في الكي اكتف، صح، وبعد كده مثلث السوير جاما واحد في الاتش في الكي اكتف، او خلينا نقول جاما ساند بقى عشان ايه بلاش واحد واثنين، خلاص كده. طيب تحت عندك نفس مستطيل الكيو في الكي اكتف، بس الكي اكتف بتاعت الكلي، كي اكتف كلي، بعد كده مستطيل بتاع وزن الطبقه اللي فوقيك اللي هو جاما ساند في الاتش في الكي اكتف كلي، بعد كده مستطيل السي بتاع الكلي اللي هو بيبقى تنشن، تمام، اللي هو 4 2 سي في جذر الكي اكتف بتاع الكلي، خلاص. بعد كده مثلث الكلي نفسه اللي هو جاما كلي في الدبس البنتريشن دبس في الكي اكتف بتاع الكلي، مظبوط كده. طب الناحيه الثانيه هتلاقي ان انت عندك مستطيل بتاع الكيو باسيف في الكي باسيف بتاعه الكلي، بعد كده مستطيل السي 2 سي في جذر الكي باسيف وده كومبريشن، خلاص. بعد كده مستطيل الكلي نفسه اللي هو مثلث الكلي اسف اللي هو جاما كلي في الدبس في الكي باسيف بتاعه الكلي، خلاص. طيب هو الكي اكتف والكي باسيف كانت بتتحسب ازاي؟ الكي اكتف كانت بتساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، والكي باسيف مقلوبها. طب تعالى نحسب الكي اكتف والكي باسيف بتاعت الكلي كده، هتلاقي ان الفاي بزيرو يبقى 1 ناقص 0 على 1 زائد 0 بيساوي 1، ومقلوبها بيساوي 1 فور كلي. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده انا ممكن امشي هنا اشيل كل الكيهات دي لان هي بواحد، صح كده؟ طيب لقيت بقى ايه، في حاجات بقت شبه بعضها، صح؟ لقيت ان مثلث الاكتف هو هو مثلث الباسيف جاما كلي في الدبس، والاتنين عكس بعض، ما تشيلهم. صح كده؟ طيب اتبقى لك كلها مستطيلات، طب ما تجمعهم في مستطيل واحد. تعالى كده نشوف مستطيل 2 سي في نفس اتجاهه 2 سي بقت 4 سي، تمام؟ في نفس اتجاههم كيو باسيف بقت 4 سي زائد الكيو باسيف، عكسهم جاما ساند في اتش وكيو اكتف، يبقى انت عندك 4 سي زائد كيو باسيف ناقص كيو اكتف ناقص جاما ساند في اتش، صح كده؟ يبقى انت كده بقى شلت كل الهيصة دي، بقى عندك مستطيل واحد في ناحية الباسيف واتجاهه كومبريشن عادي جدا بالشكل ده، اسمه 4 سي زائد الكيو باسيف ناقص الكيو اكتف ناقص جاما ساند في اتش، خلاص كده. طب لو في اي حاجة من دي مش موجودة، يعني مثلا مفيش كيو اكتف، خلاص المعادلة دي مفيهاش كيو اكتف، مفيش كيو باسيف، يبقى المعادلة دي مفيش كيو باسيف، بس الثابت واللي دايما موجود هو مين؟ ال 4 سي والجاما ساند في اتش، صح كده؟ الحالة دي هتشوفها كتير جدا، تمام؟ دي والكود هو اللي قايلها، يعني هو الكود اللي رسم لنا الشكل ده كده وقال لنا اختصره بالطريقة دي، تمام؟ ها. نعم؟ اتجاه ده كده. صعب جدا تطلع نيجاتيف. صعب جدا تطلع نيجاتيف، ماشي؟ لأن لو طلعت نيجاتيف يبقى الحيطة انستيبل.
ان هيبقى كلها مضغوطه كده. تمام. ما هو كان مثلث بالشكل ده وكان مستطيل بالشكل ده، صح؟ المستطيل بيعمل تنشن والمثلث بيعمل كومبريشن، فلما تجمعهم مع بعض هتلاقي ان المستطيل ده شال شويه من المثلث. ماشي، ما شايل نفسه. ما هو انت ايه اللي بقى اللي حصل؟ ان انت لقيت الاثنين سي بتاعت الثلاثه بقت اربعه، معنى كده ان فعلا المستطيل اللي انت بتقول عليه ده كان ايه، مساعد الكلين انه يشيل نفسه. تمام. طب لو ظهر ميه، لو ظهر ميه هنا كده بقى فيه مثلث ميه هنا جاما ووتر في الدبس، ومثلث ميه هنا جاما ووتر في الدبس زي بعض وعكس بعض، شيلهم. يبقى وجود ميه او عدم وجودها مش هيغير لك في شكل اللاترال ايرث بريشر في حاجه. ليه؟ لان هم بيلاشوا بعض. بس امتى؟ لما الميه تكون هنا على الحد الفاصل ما بين الطبقتين بالظبط. طب الميه طلعت فوق، هتبتدي بقى تحل عادي جدا زي ما انت متعود، مش هتختصر حاجه. خلاص كده؟ يبقى الاختصارات دي بتحصل امتى؟ في حاله كده هلاميه، لما يكون الحيطه الاكسكيفيشن ليفل بتاعها على وش طبقه الكلي، والحد الفاصل بين الطبقتين هو هو الاكسكيفيشن ليفل، فانت هتبتدي ترسم الشكل ده. والميه هتتلاشى امتى؟ لما يكون الميه على نفس المنسوب ده. تمام كده؟ طيب كده انت ايه، خلصت اول خطوه اللي هي بتاعه درو لاترال ايرث بريشر دايجرام. طيب بعد كده عايز احدد بقى ايه اللوكيشن اوف بوينت اوف زيرو شير، وبعد كده اجيب الماكسيمم مومنت، وبعد اجيب سمشن المومنت عند الايه عشان اجيب البنتريشن ديبس. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. يعني ايه في الطبقه اللي فوق؟ تعالى نحسب الكريتيكال ديبس يعني بتاع التنشن. ماشي، تعالى نقول لك عليه. طيب تعالى برضو نفتكر مع بعض عشان في مساله في الشيت على الجزء ده، اللي هو لما يكون طبقه كلي من الاول للاخر مثلا، خلينا نسهلها، طبقه كلي من الاول للاخر عايزين نرسم لها اللاترال ايرث بريشر دايجرام بتاعها. تمام. طيب تعالى نرسم كده. عندك ايه؟ عندك مثلث بتاع السويل اللي هو جاما كلي في ال H زائد ال D في ال K اكتف، بعد كده مستطيل بتاع ال C اللي هو 2 C في جذر ال K اكتف. تمام. والناحية التانية، الناحية التانية مش هتأثر معايا في حاجة دلوقتي، اللي هي جاما كلي في الدبس في ال K باسيف، وعندك 2 C في جذر ال K باسيف عاملة لك كومبريشن فكأنها مستطيل عادي. تمام. وتعالى ندخل معانا المستطيل بتاع الكيو في الكي اكتف كده كده، والناحيه الثانيه عندك كيو باسف بالمره. كنا بنتفق مع بعض ان احنا نعمل ايه؟ كنت بقول لك ايه، اجمع الاشكال دي مع بعضها وشوف هي هتبقى شكلها عامل ازاي. هتجمعهم ازاي؟ هتلاقي ان النقطه الاولانيه دي فيها مين؟ فيها زيرو زائد 2 سي ناقص 2 سي في جذر الكي اكتف زائد الكيو في الكي اكتف، بقت مثلث. تمام. يا اما بادئ من نيجاتيف لما يكون النيجاتيف ده اكبر من البوزيتيف ده، يا اما بادئ بالبوزيتيف لما يكون البوزيتيف ده اكبر من النيجاتيف ده. خلينا نعتبر ان هي بادئه من النيجاتيف اللي هي الحاله اللي بتضايقنا. تمام. هتلاقي ان القيمه هنا ايه؟ 2 سي جذر الكي اكتف ناقص كيو في الكي اكتف. طب ليه انا عملتها ناقص؟ لان انا رسمت الكلام ده ناحيه النيجاتيف. تمام. يبقى انا قلبت الاشارات وخليتها ناحيه النيجاتيف. طيب وانا نازل ايه اللي بيحصل؟ القيمه دي هي هي والقيمه دي هي هي، صح؟ بس بيزيد معايا قيمه المثلث، صح؟ يبقى انا طول ما انا نازل الرقم ده هيبتدي يقلب ناحيه الموجب. ليه؟ لان كل ده كله في الموجب. يبقى انا هبتدي انزل بالشكل ده لحد ما اوصل لقيمه اسمها جاما في اتش زائد دي في الكي اكتف ناقص 2 سي جذر الكي اكتف زائد الكيو في الكي اكتف. تمام. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا بقى عندي منطقه فيها تنشن. تمام. والمنطقه اللي فيها تنشن دي الدبس بتاعها بنسميه زد كريتيكال، صح؟ طب عشان احسب الزد كريتيكال ده كنت عايز اعمل ايه وانا بعمل ايه؟
الزد الكريتيكال ده مكانه فين؟ مكانه لما يكون مجموع القوة دي كلها بيساوي صفر. تمام؟ يبقى انا ممكن اخد المعادله اللي تحت دي واسويها بالزيرو فطلع منها قيمه الزد كريتيكال، صح؟ بس وانا باخد المعادله دي اخلي بالي ان القيمه اللي مضروبه في جاما هي الزد كريتيكال، صح؟ لان لو انا نازل دي ما فيهاش اتش ودي ما فيهاش اتش يبقى هم ثابتين. تمام؟ نزلت مسافه زد كريتيكال يبقى المثلث ده بقت قيمته هنا كام؟ جاما زد كريتيكال كي اكتف. تمام؟ يبقى المعادله اللي انا هجيبها يبقى جاما في زد كريتيكال في الكي اكتف ناقص 2 سي جذر الكي اكتف زائد الكيو في الكي اكتف بيساوي 0. تمام؟ يبقى انا عندي جاما في زد كريتيكال في الكي اكتف زائد الكيو في الكي اكتف بيساوي 2 سي جذر الكي اكتف. شيل دي الناحيه الثانيه يبقى ناقص كيو في الكي اكتف. ليه؟ عشان اقول ايه؟ ان انا هقسم الكلام ده على جاما في الكي اكتف عشان اطلع الزد كريتيكال. يبقى الزد كريتيكال عندي هتساوي كام؟ 2 سي جذر الكي اكتف ناقص الكيو في الكي اكتف على جاما كي اكتف. طب تعالى نطير الكي اكتف كده، دي اتشالت ودي اتشالت والجذر بقى تحت، صح؟ يبقى ده منظر المعادله بتاعه الزد كريتيكال. طب لو ما كانش عندي كيو، خلاص الكيو ما بقتش موجود، يبقى 2 سي على جاما في جذر الكي اكتف، خلاص كده. طيب انا عايز بقى اعرف ايه اللي حصل، عشان انا قلت لك في الاول ان ممكن يكون الكيو اكبر من الاتنين سي، فالتنشن ده ما حصلش اصلا. طب انا هعرف منين؟ هعرف من القيمه دي. الزد كريتيكال دي ممكن يحصل لها ثلاث حالات، يا اما اكبر من الزيرو يبقى الفرض اللي انا عملته ده كان صح، ان في قيمه للزد كريتيكال معنى كده ان السالب كان اكبر من الموجب. تمام؟ يا اما الزد الكريتيكال دي بتساوي زيرو، يعني الكلام ده ايه؟ يعني 2 سي جذر الكي اكتف بتساوي كيو في الكي اكتف، يعني المثلث ده او الرسمه اللي احنا رسمناها دي كانت عامله كده، صح كده؟ طيب يا اما الزد الكريتيكال دي اقل من الصفر. طيب لما حاجه تطلع معاك نيجاتيف يبقى انت عملت ايه؟ كنت فارض حاجه غلط في الاول. يبقى ايه الفرض اللي انت فرضته؟ انت فرضت ان النيجاتيف اكبر من البوزيتيف، طلع غلط، يبقى كان البوزيتيف هو الاكبر، يبقى الشكل ده كان بادئ عامل كده، كل كومبريشن بالشكل ده، معنى كده ايه؟ ان الكيو كانت اكبر بكتير من 2 سي جذر الكي اكتف، فاتشال منها جزء وبقى جزء. تمام؟ طيب انا هعمل ايه بقى؟ هحل بقيه المساله ازاي؟ خلينا نقول ان انا الزد كريتيكال طلعت بتساوي زيرو، يبقى انا المثلث بتاعي عامل ازاي؟ مفيش مثلث بقى، انسى بقى ده وحل المساله كده، صح؟ ليه؟ لان التنشن ما ظهرش، يبقى كل حاجه زي ما هي. تمام؟ طيب لو الزد كريتيكال طلعت اقل من الزيرو حل المساله زي ما هي. ليه؟ لان التنشن ما ظهرش، هو ما كانش صفر، ده كان كومبريشن من البدايه. تمام؟ المشكله بتحصل لو في زد كريتيكال. دي بقى وجهات نظر، واحد يقول لك انا ههمل الزد كريتيكال وابتدي المثلث بتاعي من هنا، يبقى المثلث بتاعي قيمته كام؟ الشكل ده كده. تمام؟ واحد تاني يقول لك لا انا ههمل التنشن وهبتدي المثلث بتاعي من الزيرو فقيمته هتتغير. تمام؟ واحد تالت يقول لك لا انا هحلها زي ما هي وادخل التنشن. هي وجهات نظر. خلينا احنا ناخد وجهه نظر انهي اللي انا هقول انا مفيش تنشن وهبتدي المثلث ده كانه بادئ من الزيرو. تمام؟ فلما ابتدي المثلث ده كانه بادئ من الزيرو هعمل ايه؟ يبقى الشكل ده عامل كده. تمام؟ والقيمه بتاعه الاي هنا هتساوي كام؟ هتساوي جاما في اتش زائد دي ناقص الزد كريتيكال بس. تمام كده؟ طيب مش ضمني بقى ان ده صح وواخد معايا في الاعتبار السي واهملت التنشن. لو جبت قيمة الزد كريتيكال دي عوضت بيها هنا هترجعك للمعادلة دي. تمام كده؟ يبقى انا كده ايه؟ اهملت التنشن والقيمة دي زي ما هي، بس وانا بوزعها هرسم المثلث من الاول لحد الاخر. فاما باجي اركزها هركزها فين؟ في تلتين المثلث الكبير مش تلتين المثلث ده. تمام كده؟ ادي حكاية التنشن كراك زون. خلاص؟ زي ما قلت لك هي وجهات نظر، بس احنا في الاغلب في الكليه هنا شغالين على الموضوع ده، والكود قال لنا كده. الكود قال لك يتم توزيع الضغط من بدايه من الزيرو بنفس القيمه دي.
تمام. فانت لو عوضت في دي او عوضت في دي الاثنين صح تمام. بس برضو عشان تبقى عارف في وجهة نظر تانية بتقول ان الزد كريتيكال لو زاد عن نص طبقة وده في الكود، لو زد كريتيكال زادت عن نص الطبقة انا مش هزودها عن نص الطبقة، انا هخليها نص طبقة بس تمام كده. وبالتالي المعادلة دي ما بقتش دي. ليه؟ لان المعادلة دي بتطلع لك زد كريتيكال اكبر من نص الطبقة، بس انت هتحطها نص الطبقة بالظبط، يبقى ما ينفعش تعوض في دي عوض في دي. ده لو انت هتمشي زي الكود وتقول ان زد كريتيكال ما تزيدش عن اتش على الاثنين. طب انت هتحطها زي ما هي، يبقى دي هي هي دي. خلاص كده وصلت؟ احنا هنا مش هنتعرض للموضوع ده، يعني مش هنزنقك في دي. خلاص كده؟ بس انت ايه، طالما احنا جبنا سيرتها يبقى نقولها. يبقى ده كده بالنسبة لايه لللاترال ايرث بليجر دايجرام. تعالى نكمل ونشوف ايه اللوكيشن بتاع الزيرو شير. اي ايرث بليجر دايجرام قدامك هتعرف تفرد له الزيرو شير بتاعه. هتفرده ازاي؟ على حسب شكل القوة انت هتتوقع مكانه، وبرضه الفرد ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط، بس انت لو فردت من البداية بمنطق مظبوط هتلاقي ان الفرد بتاعك دايما هيطلع صح. ايه بقى المنطق المظبوط بتاعي؟ انا عندي شوية قوة عكس بعضها صح؟ فانا لازم ان الزيرو شير يظهر لما يكون في فوقه قوتين عكس بعض، عشان لما يتجمعوا ممكن يساوي صفر صح؟ يعني لو انا عندي الشكل ده كده، الشكل اللي احنا رسمناه بتاع الساند اوفر كلي كان كده صح؟ تمام؟ يعني انا عندي مجموعة قوة كده، ده المفروض في التلتين، وعندي قوة كده. الزيرو شير هيظهر فين؟ ناحية ايه؟ مش ناحية الكبير. الزيرو شير لازم يظهر هنا، ما ينفعش يظهر فوق. ليه؟ لأن فوق كل القوة كده، مين اللي هيخليهم صفر؟ مفيش. يبقى أنا لازم الزيرو شير هفرده تحت الإكسكيفيشن ديبس. ليه؟ عشان الباسيف يبتدي يظهر فياخد منه مسافة تساوي الأكتف، فالمجموع يساوي صفر، يبقى ده الزيرو شير. تمام؟ طب في حالة الأنكور لما نشوفها المرة الجاية هلاقي إن مجموعة القوى بتاعتي عاملة كده. تمام؟ وفي هنا سبورت، السبورت عليه رياكشن عامل كده. يبقى الزيرو شير ممكن يظهر هنا ولا لا؟ اه، وفي نسبه كبيره قوي هيظهر هنا. خلاص كده؟ يبقى ده ايه؟ كونسبت فرض مكان الزيرو شير. في الكانتليفر اكيد ولازم يطلع في المكان ده، خلاص؟ وانت بتحسب لو طلع النتيجه نيجاتيف يبقى انت حاسب غلط. طلعت صفر يبقى انت حاسب غلط. ما ينفعش دول يعملوا زيرو شير. تمام؟ طيب كده ده بالنسبه لمكان الزيرو شير. طب بعد ما جبت مكان الزيرو شير سهل ان انت تجيب محصله العزوم عند مكان الزيرو شير. محصله العزوم، انهي محصله عزوم بقى؟ كل الرسمه ولا اللي فوق الزيرو شير بس، او اللي تحت الزيرو شير بس؟ اللي فوق او تحت. يعني انت لو جيت رسمت كاميرا كده وانت عايز تحسب مومنت عند المكان ده، هتحسب يا اما القوه اللي هنا يا اما القوه اللي هنا، مش هتحسب محصله. تمام؟ طيب الخطوة اللي بعديها وانا بجيب بقى سميشن المومنت بتاع الموضوع كله بيساوي صفر. يعني انت كاميرا زي دي انت عارف ان سميشن العزوم هنا بيساوي صفر، سميشن العزوم هنا بيساوي صفر، سميشن العزوم هنا بيساوي صفر، لان ده اتزان صح كده؟ هتاخد سميشن العزوم يمين وشمال بس؟ لا، هتاخد سميشن العزوم الكاميرا كلها. يبقى وانت بتعمل سميشن المومنت حوالين نقطة نهاية الحيطة هتاخد القوة كلها. تمام كده؟ يبقى خلي بالك من النقطة دي. هتحسب الام ماكسيمم عند الزيرو شير، فوق الزيرو شير او تحت الزيرو شير. تمام؟ هتحسب سميشن المومنت عند نقطة نهاية الحيطة عشان تجيب الدبس، هتحسب سميشن العزوم كلها. تمام؟ جبت المومنت هتضربه في 100 تقسمه على اللو بالستريس هتطلع زد، الزد هتطلع وحدتها ايه؟ سنتيمتر مكعب. تمام؟ ادي موضوع الديزاين بتاع الشيت باي رول. تعالى نشوف كم مثال. الساعه كام؟ كم؟ ماشي، معانا ربع ساعه نحل فيها مثال. عندك هنا المساله دي فيها كيو اكتف بيساوي 1 طن على المتر سكوير. تمام؟ ده منسوب الزيرو. عندك الاكسكيفيشن ليفل كان على منسوب سالب 23. طبقة رمل من الأول للآخر، الفاي بتاعتها 31، الجاما 1.7 طن على متر تكعيب،
وبيقول لك ديزاين الشيت باي الاول. انت عرفت يعني ايه ديزاين؟ يعني اطلع بنتريشن ديبس واطلع القطاع. خلاص. طيب هتبدا ازاي؟ تعال نشوف الخطوات كده. اول خطوه بتقول درو لاترال ايرث بريشر دايجرام. بس انا عندي شويه حاجات بتساعدني وانا برسم لاترال ايرث بريشر دايجرام، اللي هي الكي اكتف والكي باسيف. محتاج تحسب الكي اكتف بتاعه الفاي 31، يبقى 1 ناقص ساين 31 على 1 زائد ساين 31. الكلام ده هيطلع لك 0.32. بعد كده الكي باسيف هي مقلوبها 1 على 0.32، هتطلع تقريبا 3 وكسور 3.12. خلاص. طيب انت زي ما انت متعود حل. انا متعود ايه؟ ان انا برسم الجدول بتاع اللاترال ايرث بريجر. اللاترال ايرث بريجر انا بحتاج فيه قيمه الاي سمول، وعشان انا كده كده عارف ان انا محتاج مومنت ومحتاج فورس، فانا هعمل خانه في الجدول اللي هي بتساوي الفورس، وخانه في الجدول المومنت ارم عشان اجيب بيها العزم بالمره. خلاص. طيب يبقى انا عندي الخانه الاولانيه اللي هي الاي سمول اللي بتساوي على حسب الرسم، بعد كده الاي كابيتال اللي هي تركيز الاي سمول، بعد كده المومنت ارم اللي هو دراع العزم من مكان التركيز لحد النقطه اللي انت عايز تاخد عنها عندها العزم. تمام. طيب تعالى نرسم الاول كده. يبقى انا عندي هنا كيو في الكي اكتف هنسميها اي 1، وعندي المثلث اللي هنسميه اي 2. مفيش ميه، مفيش ميه. وعندك هنا المثلث بتاع الباسيف اللي هنسميه اي 3. خلاص. يبقى انت محتاج تحسب اي 1 اللي هي بتساوي كيو في الكي اكتف. الكيو عندك بكام؟ بواحد، والكي اكتف بوينت 3.2، هتطلع بوينت 3.2. خلاص. بعد كده عندك اي 2 اللي هي جاما في الاتش زائد الدي في الكي اكتف، ادي اول مطب. خلاص. الجاما عندك 1.7 في الاتش اللي هي كام؟ من سالب 23 لزيرو، يعني يعني 23 زائد الدي في الكي اكتف اللي هي بوينت 3.2. الكلام ده هيطلع لما تضرب ال 1.7 في بوينت 3.2، ما تفكش القوس، هقول لك ليه دلوقتي. 1.7 في بوينت 3.2 هيطلع لك بوينت 5.54 في القوس زي ما هو. خلاص. ادي قيمه الاي 2. طب الاي 3 تبقى جاما في الدي في الكي باسيف اللي هي بتساوي 1.7 الدي في بوينت 3.2، لا 3.12 اللي هي كي باسيف. تمام. الرقم ده يطلع لك 5.3 دي. تمام كده. طيب انا عايز اخد عزم فين؟ هناخد العزم عند بوينت في زيرو شير، مش موضوعنا دلوقتي. انا هاخد العزم عند نقطه نهايه الحيطه عشان اجيب الدي، عشان هي هتساعدني في البوينت في زيرو شير، فانا لازم اجيب الدي الاول. ماشي. ما انا قلت ايه؟ ان انا هقطع الحيطه عند النقطه دي. تمام كده. يعني الحيطه المفروض تبقى كده. خلاص. فانا هاخد دي هسميها ايه؟ تمام. طيب هاخد عزم عند نقطه ايه؟ يبقى انا هركز الاول القوة زي ما يكون مكانها فين، وبعد كده اشوف دراع العزم بتاعها. طيب عندك اي 1 هتتركز ازاي؟ مستطيل، يبقى قيمته في ارتفاعه. يبقى انت عندك بوينت 3.2 وهتضرب فيه ارتفاعه اللي هو اتش زائد دي، يعني 3.2 في الدي زائد الدي، اسف. يبقى ده اي 1. طب مكانها فين بالمره؟ هو في نص القيمه دي، صح؟ تمام. يبقى دراع العزم بتاعها ايه؟ القيمه دي على الاثنين. يبقى واي 1 هتساوي 3.2 زائد الدي على الاثنين. هتلاقي نفسك بتضرب ايه؟ قوس في نفس القوس، ما تفكش الا في الاخر. خلاص. عشان ما تطولش من نفسك المعادلات. طيب اي 2 ده مثلث، يبقى نص القاعده او نص قيمته في ارتفاعه. نص قيمته يعني نص في بوينت 5.54 في 3.2 زائد الدي، وارتفاعه 3.2 زائد الدي، صح كده؟ يبقى النص في الرقم ده هيطلع لك بوينت 5.4 على الاثنين في القوس تربيع، يبقى بوينت 5.4 على الاثنين في 3.2 زائد الدي الكل تربيع. تمام كده. طيب الدراع العزم بتاعه تلتين المثلث. طب المثلث ارتفاعه كام؟ القوس. يبقى 3.2 زائد الدي على 3. ليه على 3؟ لان هو التلت من ناحيه القاعده، وانا بجيب المومنت من ناحيه القاعده.
طيب اخر قوه اللي هي اي 3 هتساوي نص في 5.3 دي صح كده، ودراع العزم بتاعها هيساوي نص الدي تلت الدي اسف. تمام. طيب عشان تجيب الدي هتعمل ايه؟ هتاخد سميشن عزوم على نقطه ايه؟ نعم انهي واحده؟ دي تربيع نص في 5.3 دي تربيع. تمام، لان انت عندك القيمه نفسها 5.3 دي، وبعدين هتضربها في نص الارتفاع اللي هو نص الدي، يبقى دي تربيع. تمام، خد بقى عزم عند نقطه ايه اللي انت جهزت لها كل حاجه. عندك القوة رقم 1.32 في 3.2 زائد دي في 3.2 زائد دي على الاتنين في نفس اتجاهها اي 2 اللي هي 0.54 على 2 في 3.2 زائد الدي. هنا تربيع وهنا واحدة يبقى تكعيب، ودي على 3 يبقى على 3. تمام، وعكس اتجاههم الباسيف، يبقى انت عندك 5.3 على الاتنين في الدي تربيع، خلاص في دي يبقى دي تكعيب، ودي على 3 ودي على الاتنين يبقى دي على 6. خلاص كده الكلام ده كله بيساوي صفر. عايز تفك وتحلها معادله تكعيبيه فكها، عايز تحلها بسولفه فكها حلها. خلاص معادله تكعيبيه او سولفه تطلع لك حل نيجاتيف وحل بوزيتيف، فانت هتاخد الحل البوزيتيف، فدي هنا هتطلع بكام؟ 3.29 متر. تمام. طيب دي انهي دي؟ دي اللي هتتنفذ؟ لا، دي اللي الكود قال لك افرضها. خلاص، فانت عندك الدي داش هتساوي 3.29 في 1.4 مثلا. تمام، بس انا عندي شرط الكود قاله لي ان الدي داش دي لا تقل عن 7 اتش ولا تزيد عن 2 اتش. طب يعني ايه ما تزيدش عن 2 اتش؟ طب افرض زادت اعمل ايه؟ يبقى انت السيستم ده مش نافع، لكن لازم تعمل سيستم تاني اللي هو انكورد او بريزد اكسكيفيشن. خلاص، يبقى ده اول بارامتر او اي او اول مجهول ان احنا بنجيبه في ايه؟ في الكانتليفر شيت باي لور. طيب عايزين ايه تاني؟ عايزين نجيب القطاع، فعشان نجيب القطاع عايزين نحل البوينت اوف زيرو شير وبعدين نجيب الماكسيمم مومنت. طيب هتجيب البوينت اوف زيرو شير ازاي؟ تعال نفرضها زي ما اتفقنا انه لازم البوينت اوف زيرو شير في الكانتليفر شيت باي لور تطلع تحت الاكسكيفيشن ليفل. يبقى انا هفرض مسافه اكس بلو الاكسكيفيشن ليفل. يبقى هنقول كده اسيوم ان البوينت اوف زيرو شير فين؟ على ديستانس اكس بلو الاكسكيفيشن ليفل. الاكسكيفيشن ليفل اللي هو ايه؟ سالب 23. تمام. طيب مين القوة اللي هتجمعها وتطرحها من بعضها عشان تساوي صفر؟ كل القوة اللي فوق زيرو شير، او كل القوة اللي تحت زيرو شير. خلينا ناخدها اللي فوق علشان يبقى مثلث ومستطيل بدل ما تدخل نفسك شبه منحرف. يبقى انت عندك كل القوة اللي فوق النقطة دي هتجيبها وتجمعها مع بعضها. يبقى انت محتاج تحسب جدول جديد. الجدول الجديد ده اللي قيمته اي 1 داش، وهنا اي 2 داش لان الارتفاع اختلف، وهنا اي 3 داش لان برضو الارتفاع اختلف. صح كده؟ طيب تعالى كده نرسم الجدول. نفس الجدول عندك اي 1 داش هتساوي كام؟ نفس القيمه لان هي كيو في الكي اكتف مالهاش دعوه بالدبس، يبقى 0.32. طيب اي 2 داش هتساوي كام؟ جاما في الاتش. اتش هنا بتساوي كام؟ اتش زائد اكس. صح كده؟ يبقى 3.2 زائد اكس. تمام. طيب اي 3 داش في طبعا ايه؟ الكيو اكتف الكي اكتف. طب اي 3 داش هتساوي الجاما في الاكس في الكي باسيف. صح، يبقى انت عندك 1.7 اكس في الكي باسيف اللي هي 3.12. لما تحسب الحاجات دي سيبها خليها كده، هي برضو دي هتساوي 5.524 في 3.2 زائد اكس. تمام، ودي هتساوي 5.304 في الاكس. تمام، ده كده الاي. طب الاي كابيتال، ركز،
بوينت 3.2 هتضربها في كام؟ 3.2 زائد الاكس، صح كده؟ اللي هي تركيز، مسافة تركيز المستطيل. طيب الاي 2 داش برضو، اي كابيتال هتبقى داش برضو. عندك الرقم ده مثلث، فهتركزه في ارتفاع المثلث على 2، ارتفاع المثلث اللي هو 3.2 زائد اكس. يبقى انت عندك بوينت 5.2 خلاص في 3.2 زائد اكس، لقيتها مره هناك بقى التربيع وهتقسمها على 2 خلاص. بعد كده الاي 3 هتساوي بقى 5.304 في الاكس في نص الاكس، يبقى اكس تربيع على الاثنين خلاص كده. ده بالنسبة لايه؟ لقيمة الايهات. طيب المومنت ارم، المومنت ارم لحد فين؟ مش محتاج مومنت ارم، مش هتحتاجه دلوقتي غير لما تجيب قيمة الاكس. فبدل ما تجيب المومنت ارم دالة الاكس خليها لحد ما تحسبها. طيب انا عايز احسب قيمة الاكس، هعمل ايه؟ اي 1 زائد اي 2 ناقص اي 3 بيساوي 0، صح كده؟ يبقى سمشن الاف اكس عند البوينت اوف 0 شير، يبقى اباف ال 0 شير هيساوي 0، صح؟ طيب عوض كده، يبقى بوينت 3.2 في 3.2 زائد اكس زائد 5.2 في 3.2 زائد اكس كل تربيع ال 2 ناقص 5.304 في اكس تربيع ال 2 بيساوي 0. برضو نفس الكلام، يا اما تحل بسولف على الاله، يا اما تحلها هتطلع برضو معادله، دي معادله تربيعيه تمام. معادله تربيعيه برضو هتطلع لك حلين، هتاخد الموجب منهم. ليه؟ لان انت ما ينفعش الحل ده يطلع نيجاتيف، لان انت لازم فرضك يكون صح خلاص. في الحاله دي لازم فرضك يكون صح، فالاكس هنا هتطلع 1.77، بس منين؟ من الاكسكيفيشن ليفل اللي انت فرضته، يبقى ده مكان الزيرو شير خلاص كده. هنا يبقى انت تنفع تحسب الايهات ولا لا؟ هتعرف تحسبها. انت عايز تحسبها ليه؟ عشان تجيب مومنت عند النقطه دي، صح كده؟ فانا ممكن احسب الايهات، عوض بقيمه الاكس هنا، فالاي 1 هتطلع لك 1.59، الاي 2 هتطلع لك 6.72، الاي 3 هتطلع لك 8.3 تمام كده. طب المومنت ارم برضه انا عارف الاكس، فهعرف احسبها بارقام على طول. الواي 1 هتساوي كام؟ نص ارتفاع المستطيل اللي هو 3.2 زائد 1.77 على 2، هتطلع 2.48. طب واي 2 تلت ارتفاع المثلث، لان انت هتجيب المومنت من ناحيه القاعده، يبقى برضه نفس الرقم ده اللي هو 3.2 زائد 1.77 على 3، يطلع 1.65. الواي 3 تلت الاكس على طول، اللي هي 1.77 على 3.59 تمام. هنا تقدر تجيب الام ماكسيمم فين؟ عند الزيرو شير، معاك قيمه القوه، معاك الواي بتاعتها، يبقى 1.59 هتضربها في 2.48، 6.72 هتضربها في 1.65، 8.3 تضربها في 0.59. الكلام ده هيطلع لك قيمة الام ماكسيمم 10.13، اسف دي ناقص الاي 3 بالنيجاتيف لان هي عكس اتجاههم خلاص. الكلام ده هيطلع لك 10.13 طن متر على متر داش. اتجاه المومنت او اشارته يفرق معاك في حاجة؟ كاستيل لا، لان انت هتجيب قطاع بيقاوم مومنت سواء يمين او شمال فوق او تحت، هي هي تمام. يبقى انت عندك كده ممكن تجيب الزد بتاعه القطاع، هتساوي قيمه المومنت بس اضربها في 100 عشان تحول، على 0.58 في الاف يلد 2.4. الكلام ده يطلع لك 723.57 سنتيمتر تكعيب خلاص. تروح بقى الجدول بتاع الزد سيكشن او السي سيكشن، تجيب لي قطاع الزد بتاعته اكبر من او بتساوي 723.57 تمام. اي مساله ايا كان شكلها ايه هتحل بنفس السيكونس ده، هي سيستماتيك خلاص. طالما هي كانت ليفر هتمشي بنفس الكلام ده. الذكاء بقى او امتى تستخدم المعادله دي وامتى تستخدم دي هيكون المره الجايه. يعني انت ممكن تلاقي نفسك بتحل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل،
وتكتبهم كلهم وكلهم فيهم 3 مجاهيل، وزميلك التاني بيحل معادله في مجهول، معادله في مجهول، معادله في مجهول. فترتيب استخدام المعادلات المره الجايه هيفرق معانا، تمام؟ انما هي هنا هي معادله واحده في مجهول واحد، فمش هتفرق. خلاص كده احنا خلصنا موضوع الكانتليفر شيت باي الول.